بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله. وحي بابي هاي وحي كي يميد عرد النبي محمد قاب كسبان وعروبي ينو عرية شيء ويتميز بدلين وحي كساب سناء. حدثنا محمد بن بشار بندار شيخ الجماعة قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن داود ابن أبي الجارود طيالس نيك اللويا قانويس صاحب المسند أبو داود الطيالس نيك الأورنجري وهي سليمان بن داود بمقعس الله إلى هذا. قال أخبرنا همام يعني ابن يحيى العودي، همام بن منبه هي همام بن يحيى بصون ونضى قطبت استدكو يماته مركا نينك رواية بضانة عنك أه فإن يحدث كان قعام بحي وهمام ابن يحيى همام بن مرد لفسوة محدث لكن إن كان كالرواية الطغان. همام بن يحيى العودي عن قتادة ابن دعامة السدوسي قال قتادة وحوري قلت لأنس ابن مالك، أنس ابن مالك وحان كوري رضي الله تعالى عنه هل خضب رسول الله رسولك إلهي مع الله ما يتمه سعر رضا خضب رسول الله إلا ممر صديق ومدحيسي أما تنتيسيس بدا شيء إلا ما مريي. قال أنا صوحي كو جواب وجري لم يبلغ ذلك نبقوا مقارن أرنكاس لم يبلغ ذلك نبقوا مقارن إن مركا يبلغ ضمير كيدا محوها يقدر أن لقد قال نبقا إن شيب كلقد قال أما تيمه بفورة قلوي تيمها النبي محمد ميسان قارن حلي عفروبان أما لم مريع إلا أما نبقوا مقارن دا وحلقوا علامه لبدا معنى بوالا الشيء لم يبلغ الشعر أما لم يبلغ رسول الله ذلك أي حد الشيء أي حد النبي كعر مؤسا قال إنما كان وحوها شيبك أما تمه شيبا في صدغيه إنما كان أي شيب أو ما شاب منه نبي كعر وحوها شيبا عروه في صدغيه فريسة قتال صدغ أسل كيسو وماشن لحاتك إلى رضا إلى دكت أنت ورحي ستمها كي ألا لوجي ذا أنت أصل لي ذا سدغينك أصل كيسو ماشا أنا قد فورك أن دهنا وهي أما أضوء ماشا لحاتك أما إلقي إشاء كل ما تلا دكت أنت ورحي سمسافة إذا فك تمها لي أحس وبحا بل لوجي ذا إنما كان وحوها وحي الربي شيبا شيئا ببعض النصف قرى هي إنما كان شيئا وحي ربو أهايو في سدغيه كي ألا نبقى دفوريسة لبضا معنى بواعد جيران هذا لكن شيبك أي حب من حيث الرواية عنها إنما كان شيئا إنما كان شيبا إنما كان الأمر شيبا غير بؤهايو في صدغيه لبضا دفرنا بك قطع اللهم بضني ولكن روح عربي حد لو عربي قاري أبو بكر بؤها ولكن أبو بكر خضب وحكو علام عرديس بالحناء علام iyo wal katani geedka katanka loo yaqaan katankuna waa nagaar yar oo baxo asaguna sida ciilanka ciirada loogu bedelo weeye marka asaguna ciilanka gadu ciilanku gududan yahay ama waa cas yahay laakin katanku xogow waxa ku jira baroon baa ku jira midab yar bunni ah ayaa iyo noqonaya markaas kafe ahaan ayuu noqonaya oo madaw iyo u dhaxeeya gudud u dhaxeeya wakaada lagu aafaysan yahay dadka qaar kooda ay dhahan waa xina aswad ah وليه وهابيض هذا جرك أيضا فلان أرجتين أفيسين وياه بوير دويا هم ذا بكيس ولكن وحول حجي وبرون أما بني فرن بوها بني فرن أيها كتمكو مركو وليه علان كحنها يا سجل سكود رأي وماذا قرصان درين جري كاسو مرك أبو بكر هي نبي ونبي قد دأوينا ودرات كلها ومع ذلك أبو جد أريك بوها جد أريك بوها إلهي سبحانه وتعالى سأذق المطانة لي يا ربي أخلق وأبوري مرك أبو بكر أسوقه نبي قوا كنه قلاء مرك دربوا عفروي نبي قوا أسوق الكيس وحير ما لها نفورك وحير في بيا أبو بكر عضاضي مرك سيدا صوت المامها يا حديث كأنس. حدثنا إسحاق بن منصور بن بهران روى له الجماعة من شيوخ الجماعة القترية ويحيى بن موسى روى له البخاري وأبو داود والنسائي قال لبضى الشيخ وحيد أذن حدثنا عبد الرزاق بن همام صنع أبو بكر صاحب المصنف وشيخ اليمن عن معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما عددت مطر النبوري
في رأس رسول الله نبي محمد مذيحيس ما أنا كترين إيا واللحية قركيس قركيس إلا 14 شعرة بيضاء أفري طمنتي موضوع عد عد أمويين يعني قركيس وبنها إيا مذيحيس وحا كعفر بأنه أن تريي روري أي أفري طمن بيأهاي رواية كلا وحي قرسي لباتن وأساق أنسا لقوريه من حديث أنسا مركب مالين كاوحو تريي بأفري طمنها وحلقيا مالين ضنبه يحل الضنبه أما سنة كذب إن أي لباتن تن أمغده يعني وحلة ترين كرويه لباتن جيرك إنه ماتنا مدي حساب دي الله فيريه لباتن تنو عراوة من لغا سويل صدهم كما ننك قالين كنتن حبا لغيه ننك أفرتن قالين بقولين لغا لغا جابا مركا نادي محمد والليحنا دور مريا أيا وحوك الله يا سحادك أنس أولي ما عددت مترين في رأس رسول الله نبي محمد مدي حساب ما أنا نكترين إيا واللحية قركيس وحي كعروي وجداي إلا 14 أفر يطمان أمويين شعرة بيضاء أفر يطمان تيموضع عضو مركا عفروي أمويين مركا هو أساقا أناس أساقا حال قياس مركا وقياس أما مالك حساب تسميوي رواية معمر عن ثابت حقوق فرطة لقوق دا عند المحدثين وذا دا وحكشيغا عدك لو حكشيغتين ما إجرتين نكلي أبو زكريا يحيى المعين أياو حولي هاي معمر في ثابت وضعيف أبو زكريا وحلقو تريا متشدد إنه يهاي أما متعند عقب إنه كير أذقيا وجه يالقو تري أحمد إيه غير كيبا مركا عيم الدين يا متوسط إنت لقو تريا تحت حاتك أحمد أسوق حولي هاي رواية معمر عن ثابت وحسن الحديث أما هو حسنة لكن معمر عن غير ثابت وصحيح هو مركا لبضى الرواية كالحق بضا منا وحلقو ترين من أحاسن الأحاديث بلقو ترين مدنا من صحاح الأحاديث بلقو ترين أما ابن معين أسو تضعيف كيسو وتضعيف نسبي أه وحوجي ذا سيلوس وافجي رأي المجتهد المعتدل إيا الله جمعي رأي المجتهد المتشدد أبو زكريا سيلو جمعي أبو عبد الله علم حليهين رواية معمر عن ثابت وحسنة وليست بضعيفة وأما روايات عن الحفاظ الآخرين وصحيحة قوية مركوا نسبي تضعيف كمرك إنه معين بوحي وتضعيف نسبة وحوجد صحيح ما هي حوجد لها يا درجة كه سيسيئها حسنة هاي لام حسن يجيب حوجد لها يا ساسا ثوابا ساسا ثوابا تضعيف كمطلقة أي بعض المعاصرين بريان دبيع العليان تبر ساسا ما له وحجرنا ما حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى البصري شيخ الجماعة قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة الحجاج أبو بسطام الواسطي عن سماك ابن حرب صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة وإن صوم الرئيلتها هي سيدة صوابك سيدة عفوا لو بذنية هي جمهور توحي إليه سماك ابن حرب وإن صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة فإن روايات سماك عن عكرمة مضطربة ضعيفة وذا دبضن البخاري كمدن وحي إليه مطلقا بواء من حسن الحديثة إلا أن يتفرد بأصول هذو أصول أحد لا انفراده لحجيسن ما هي النسائب عن الصدق قبي البخاري بقى. ولذلك اسم البخاري اسم أبو حكور من باب كاس الصقعة مركز سلام من حرب وصدوق حسن الحديث في المطابعات والشواهد ومكر روايته عن غير عكرمة هذا عن عكرمة نقطنا وضعيف صدق راجحة قال وحوري إمام كاس سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد سئل أسوأ له وقديه عن شيب رسول الله نبي محمد عهد سلو ويديه فقال وحيري أنس كان نبي وحوها إذا دهن عفوا إذا دهن رأسه مدح سهضو صبكه أما أورنا شدو السليديستو لم يرى لما أركجر منه أي من رأسه شيب أما منه من رسول الله شيء وحي رأى كمان مقنين نبي وحضو سليد مرصدو صبك مرصدو أورنا شدو تميه سأو دفن إيو دحمر إيو وحي رأى كمان مقن أما إشهد أي قبل ما إجرته وإذا لم يدهن أما وإذا لم يدهن هذا مضح صبكنا رؤية وحال أرك جرى منه أي شيء أي شيء عره كم موقن وحبا قوم موقن دوري اللواتان أما دوري طبنا سيدا سجيدا مركب النبي بساسين هين تمها عد عدو يكون موقن يعني أين بضني هذا وصل مركب صبونه بساسين السريد يصبك مرصدي ومركب مضح داشين يهين وحكا قم موقن يبا مجران وتميه مدوبي الدوشة مدو قودي أيا قرين أيا وحي دورك حبي عضايع كروبي أنا سبحان الله أن أقول محمد أركت ديرا نبي قد تلمانتي تلمانتي حقا تمها
وحي مر انت طافنا دمر كنا محمد بن لوغ لابن عائشه ومسلم غير كود. حدثنا محمد ابن عمرو ابن الوليد الكندي الكوفي وشيخ الترمذي والنسائي وابن ماجه شيخ الترمذي والنسائي وابن ماجه وان حافظه ثقه اوي. قال وحر الامام كاسي حدثنا يحيى بن ادم العسقلاني عن شريك بن عبد الله بن ابي شريك النخعي لبى شريك واسم الله كو ادم باسكو خلدما نيمو شريك بن عبد الله ابن ابي نمر المدني وحافظ ثقه الامام نيكا اسوق نين بيا كما دبعان هو وشريك ابن عبد الله لبدوا علم عبد الله هو نين ان ابن ابي شريك بالي هذا النخعي نين هو عبد الله شريك بن عبد الله ابن ابي نمر المدني لبك الباب وي لبن العرس ويا مركا شريك بن عبد الله ابن ابي نمر نيكا وحافظ ثقه بلا منازع. اما وذات كذا انه هين سند كانه وجرا وشريك ابن عبد الله ابن ابي شريك النخعي الكوفي القاضي وانن سيء الحفظ وانن امام وجبل من حيث الديانه والعدل لكن حفظ قيسى وقروه في عنا لكن مركو قاضي كوفا لا دغاي اي وحكم مشغولي هوله منصب القضاء وكم مشغولي مذاكره مراجعه الفن حديث كم مشغولي فساء حفظه اصغ ايو قيس بن الربيع نمن بدون حفاظ اهواب هوري يا مركي مناسب دولتين يا قضية هول لو ديبي يا حفظ قد ايش بدلي لان فنقا حديث كوافان يدب بضم وحورن جري معوها يحفظ فن الحديث وذكر لا يقدر عليه الا الذكور وفن اللب سيدي سبع ندك شغل كمالا فنقا حديث كوافان اللب وينما اللبين اون معوها اللب كلا ان هين اون اتكين اسكما دعنكرو الا اسكتريو بايا ما دد هذا حفظي مراجع كاغا بانتاي مذاكرة كاغا بانتاي إن غير كارك كقولنا ما ألم مذاكرة يسو دبقة شو خبصته إيه أصل كأضو حقوق رطي إلى شفته لحفظ هذه مسكحة هذا مراجع يسو وحي أكو سكتي ذي كو عدا هذا أتكر نقطه وأضن كو أتكيسنين وفن يدب بضان وي مركز الشريك كان حافظا محدثا فولي القضاء قضاء الكوفة فساء حفظه مركز وعنتا قدم بي قيس المريع كم يركضون حفاظه وفقائها وحل جيس الجوجي بهوش أي قبصتي مركز الشريك عبد الله النخعي كرمك الله فيريو من حيث الديانة وأن عدلة أما من حيث الحفظ متابعات كي الشواهد وكفي عن يهي أصول هدو لا انفراد لا محجيستو هدو متن حكم أن لا انفراد ولا حد لا انفراد لا محجيستو لكن من بوحي ليه زهديات كي رقائق دي أوصاف النبي محمد الشمائشة ولها نوع عازة وهؤلاء اسكفوا اهل حجيجته لكن احاديث الاحكام والحلال والعقائد واصول الدين مركا لما راهيو وان رجع رجع لو باهن يهي ومركا حجه لغا دنكر فيما بينك وبين الله وبين رسوله. عن عبيد الله بن عمر العمري وحافظ امام من فقهاء التابعين والقرنيسان عن نافع بل بعض اهل العلم وحي كرجح ان عبيد الله بن عمر العمري على مالك الى مالك يروي عن نافع عبيد الله بن عمر يروي عن نافع أيهما يقدم هذي مالك عبيد الله بن عمر إسخلافان في الرواية عن نافع أيهما يقدم فقبل بضم بوحين مريم وحلور مريم يا عبيد الله بن عمر فقبل بضم بوحي لي مالك بالله إنه نوع عاصم مالك فود قلنا هيو يو مالك إنه قلت ربا قسك طيب عن نافع ولكن يبقى ضعيف ولكن عبد الله بن عمر يا ضعيف نين كان مصغر كعبيد الله بقى جبله فقيهنا لغونا تريا من فقهاء اتباع التابعين لغو تريا عفوا تابع سقم ما يانا خلدين اما ولالك عبد الله بن عمر المكبر العمري اصوى ضعيف اصوى ضعيف وي كل ون ورياء لعمر بكفر عمي عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وي ونمن عمر امير قال هي وي هالكاس وليش يسوي ويل كم انك مكبر كي عبد الله لا ضعيف وي منك امامك الغور وعبيد الله انك هذا انا هي نوي مركو عبيد الله وحافظة يا عبد الله إن أسكاكا خلدمان ماها هديو مسيدة قوليه شعب يوم شعب بس كخل دجلا أسكاكا خلدمان لب بين قنيسة نبا شعب الماشو كأر كي ماشو شعب كأر كوا اسكمت هل لم بمود هاي يا مصغر كونين كإمامك وهذا أنا نصو مصغر ما عبيد الله ما عبيد الله فاسحة عبد الله إسكسح وخل رواية وخلدمت. عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنما كان شيب رسول الله عرد النبي محمد وحيهم أهيد
نحو وحكروا من 20 شعرة لباتن تيمود بيضاء وعد لباتن تيمود بكروا ويد لباتن كاتيمود مك عبد الله بن عمر أوت المامي رواية أنس نأية المان تي أيا أضو أدمو دايني لو بدن ياي لكن قياس تقول بس حابيبو على يبا إنه إشي سو قياس يرى أفر يطبان من لباتن أقارسي وحي أبنا لشي لباتن كاس بي أهاي وحقا ملح قصة لكن عن فقضة وماشن فردوكت اللي هذا بشنت قوس إيزا هي ماشن رفور كه تميروا عضبة كلوا المشى شو علمك ما لها النبى ده عرير بكلها تنع عرير بكلها ماذا حنا لواتن تيمود أي كلها عراد وسكغير في مركان نغنيس علوم حيلين حكمة النبى قال له إلى لي ضمر كه نعب باش عفضة ضمر كان نعب عليه لبا سقال ضمر النبى وقعنتو كه هي مركا نبيك إن لو كهو صدح حالة دي سنة كفر بي كينتابة لي وشافعي ذا هولا لك لبحا إن الأمر من أمر الرسول الله يا محال أصغى خسيئات كفتوت إبساطنا إن لقو قالوا بها لغاية مدينة لغا قبها عرضونا دمر كوان نعبه مركا إلهي باكرنا ورساوان لو كهو نيمة طبعا وخلقا خلقا بأي عادة تنبعا لو كهو نيمة إلهي باكي إلالي مدك لي عند أكثر الناس لما تشعر باشو يدون نور أو قيمة بدن هدانا والله كونها يا صدرت بعض أتى إني من تفايو سيبا يعني يبا هي أغرك إذا إني من دا ومزمة حق شن هي وسخربا هي باش مركب ولا نعبيا وحين مرك النقص هاي عند الناس بارسوك إلهي با كإلالي وحين رو مرك أستانة أو قروحة أما داء ذا بكتوس هاي ولا لا باتن حب أما كيا أنا أستانية على مد بالله قد يجي سداسي ولا دب بدن أدوبو لي وأنا معنا مش كجروي إنا نعبه إن هذا كور وحرق له شيء جميع يا قبل بحال يرى سمعنا قلب هذا يا قبل بحال يري لما قبل بس ورا يستيب عليه مركز هاي وحيته هون يهبلل هي فقي أدو شيء عشاه لما تنجر هذا أن وريك القصة بينا حاد أمر طيب أنا جعل هيت هدو قد ليه كور قد هدو ليه هاي أو قد ليه هاي هون كوا بعو بيت راسو يعني هو قمي بعو وهدو هير ليه هاي كورم كاو حيث رأسه وابا إلا الدلو إلا الدلو وي هدو عرره وابا قال بيت رميت كاسقا وابا قال بيت وركا يعني سيد بن عبيه بلغة شكيرة يعني ركوها القبسيدا بلغة يابا لكن هون حدث معوها الشيكو قصة عند السماية الغربيين عانكا وقبله هو ضيكو شكيستا مر هدو عرره أزوه وقال بنا وقال لماذا إسك استلاح جيد بنا ملينا أم عرف جيد وقيس كا حاجة كوب بني يعني تعال جيام عاد بيدمر باشا أم عبي أضو دمر هجاجين هيو هبين هي إن هذا دان ماذا حلقة شو دان كي أقول دبين كلو قد بلي علي أضو دقو بيلكو قد عطينه إنه قد استمام مرينا هذا أن ماذا حمد وجهتنا وفول حماك لو بتشوي الصورة تشويه هو عاد بيفول حمتا يا وشاس إن اللي يروز وحمد وبيست وحلا فهم كروي يوم معقول لكن أضيف دانك وسقط عاي إنه هنا إصدام مري أما حبر بنقضي له عضاديك إنديه وشركي سوى نبى إثبات لي أو يكمل وقت الداء لقطهال هذانا ما ضحيه من مدى بيشته دوا لباس شيء إسكاني إنه بيه لباس شيء نسقط نوين حدثنا أبو كريم محمد بن العلا شيخ الجماعة حدث قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام وانين صدوقة علونا واثق إليه لكن أوهام دورة يخدار دورة لوه يسته عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن أبي إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله الهمداني عن عكرمة مولى عباس أبو عبد الله البربري الأصل من عربيد ما هنين بربري وهايو وليهن مغاربة ذا لوكاس وكسر جيدين وحكوا لقوا إذن جرينو صفري أها لمنك خواليت الصفري اللي أرن جرينو كتر سنة بارلقوا إذن يا تملا أسفاد بدن بان نقديو الديدي لمن نواصو عن إن لقى أنفيان حيوك بدن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال ما المعلمه كم يدو حصوم ربع للمسجد بوحو إلا تكون هي مركز الله محمد قال تكون هي مخرب انت الآذام إلا تكون هي وصاد الوجر الله فور أهرم مركز وفيرين ما يجي محمد قال سيجي ذا بوت محمد قال سيجي ذا ورواد نوع عصف رضان بقى أبو لقص بالبرشاء لكن سي سواب كأه إنه بالعضاء يسان كسقنا يوي بالعضاء كما سقنا ولقوتهم لكن كما سق لما نواه سقنا واتلماما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر الصديق أبو بكر وحيري يا رسول الله رسولك إله يو قد شبت والعروذي بمعنى والعضاطي عراك وصوب على اتمام هذه عراك موقتة قال نبي حول شيبتني وحال عريسيس
هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت نبي حول شيبتني وحاعي الرئيسو عرضا صاب يقول نقطة ومن باب إسناد الفعل إلى السبب واحد أورنجرتين وهي فعل كان لوتر هي السبب كيسي أنبط الربيع البقل أو كل واحد أورنجرتين وهي سبب عرض الله كينا إلهي بانا سبحانه وتعالى إسكال قضية ده فالكة لكن فكر كبدنا يصاب كيناي إلا إله سبحانه أبو روح أنا واسن بأسباب حكمنا وكله هاي شيء والبصاب بكل ما دا وصاب بكرش صاب كأي مصاب كان الله إسكله انطبع لكن أمر كان نبي شيء بحوتر إلى السبب لا إلى المؤثر الحقيقي مؤثر حقيقي هو الله سبحانه وتعالى متى بزماء لكن سبب كمان نبي بحوتر معي شيبتني هود هود سورة هود أي إعراض يورده ويأي والواقعة سورة الواقع والمرسلات وعما يتساءلون سورة النبأ وأذكرنا إذا شمس قوة تكوير رواية عند الحاكم وحيقدرتي والحاقة رواية كلا وحيقدرتي وإسل حديث كوليها هاي وهل أتاك حديث الغاشية رواية صدحات والقارعة رواية أفرد سأل سائل رواية الشناد اقتربت الساعة سورة كبابك اقتربت الساعة القارعية الحاقية سألئي غاشية كورد إيه عم مرسلات واقع يهود سورة اسكباب كاه ايا النبي بحبل الدراسة دي تفكر كودي تدبر كودي باعثها سابقا حديث كاني وحديث آد لغو دقال لما ورسكو حيستو دقال بدن كتاقين هاي الامام الترمي ده صوح مري في جامعين وحديث حسن وغريبة ايوم مري الامام دقال العيد كتاب سأل اقتراح في الاصطلاح يقول قرنيسان اصوح وصحيحي متأخرين تقوليها معاصرين تآد لغو دقال لما وحكم ذا رجع سي إنه منكر يا هاي وحديث منكر إذا حديث كان وحيليه إن كاريز أنت سنة قبل الجارية وأن كارا متنية معنوية أحاديث بضنيد وحيصوت المانتي المتواترة أهيد أما مشهورة أهيد على أقل تقدير إن بقوس عرب عرب وش أنا إسم كولين نك مركا ونبغ الصبغ مرصور داشدنا عرب عن الأركينين مركو بساسين يا هينا دور لباتن إيا دور يطون أي كم وقنيس روح النوع عاثنا وين عرب لما يدها إن ما يحيز هذا أي بقول ثناء وعراء كوي ألا وعراء بالأوران ما هي عرانا كم وقن ما يسو طيب حديث كان وحو شيئا نبي الله وان عراء وذيب أبو بكر يلي. نبي وحول وان عراء وارون تايو وحا يقوع عن سورة هود إيو ولا عليه باهوشا كدن بي تفكر كي تدبر كود إذا نبي وانو عراء بي أبو بكر نود وان عراء وذي إطلاقنا وحو كان الكمان هدير لإطلاق الشيء أما اسم أما فعل على كمال الفعل ولو وحن بروا على كمال الاسم والنبي عرب عضاضي بحديث كسب بحيث أحاديث كلام مركز صقنيدة صحيح هذا أيد أي كهر إمن مرك حديث كان ومنكر من حيث المعنى والمتن ساسين من مري ومعنيه سوح كهر إمن أي أحاديث بطنيدة نصوم مري لما وحي إليه ما منكر ما من حيث المتن هو حلو وحن بارك روال عرودي وحون عرال لغشيب ومطلق الشيء بنجدنا لباطن كمد أما دور يطبن كحبه بنجدنا إلا كان مضطرب الإسناد وحديثك هو مضطرب بينه حديثك في كل الورقة يا روايتك أبدا ولما سند كان حديثك من عباس بن قهر ليناي وفي كل الورقة على أبي إسحاق السبيعي أبي إسحاق السبيعي عمرو عبد الله لم دعنا بكل الورقة يا إلا دور يطبن وجبه لسكوه خلافي إلا دور يطبن وجبه لسكوه خلافي أصغى أبي إسحاق ربنيسي شيبان عبد الرحمن وقاب أوريا إسرائيل قاب أوريا مرك حديث آدو دبالان وي إلى الإمام الدار قدني وكغها اللي علا الكيسة أودو وكبحي بحث آدو دير وكير بكتابك أساق أبو ليه كلي يقضي حديثك أساق وحونا كوكا بقيدا يقابك فعوضو إنو اختلاف في اختلاف آدو داران وشديدة وإذاكتا إن لجمعي رواياتك أيها مركا نمنا وحيليا حديثا ومضطرب صادرت البحاث من حجر في بعض كتبه الاصطلاحية وحكدق حديثا مثال للحديث المضطرب حديثا مضطرب كأ ومثال وقدق سيدوك لو حامري صاحب هدي الأبرار في شرح طلعة الأنوار أصنوع حمري مثال للحديث المضطرب نمو حليا ومضطرب الإسناد هل كاسي مري هو بإسحاق السبعي والسكو خلافي وحكوا الاسكو خلافي ذكر من عباس في السند عن عكرمة عن أبي بكر ميا مسوى عن عكرمة عن عباس عن أبي بكر مسي وعكرمة أو مرسل قال عكرمة قال أبو بكر وإرسال إذن ما منقطع با مسوى مرسل
مسوى متصل السند كابن عباس بقى لقوا شيء انت سوج بقى لسوا قبطي مركح حديث كابن عباس هذا انه هاي انه مضطرب يعني ما بقى كنت هاي مضطرب الاسناد منكر المتن وصنبر ان مين هذا وحين مر انه مضطرب الاسناد الامام ابو حاتم الرازي زوج حوري حديث كان مرسل بالله يصح متصلا اصنا قضيه وحكمها الله علل 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 علمي وابلك عبد الرحمن ابن ابي حاتم قرن يسام با علك كوكيناي ابي فتا قبستو ايدو ويديي marka asna halkaas u maray su'aasha kubad waxa ku timaada 1826 way ku timaada waa su'aasha kubad su'aasha labaadna 1894 labada mowduuc buugilku ku weydiyay aabi xadiidka wuxuuna tilmaamay oo cadeey aabi xadiidkan uu mursal yahay in abbas sanadka lagu sheegana ay khata tahay 1826 raqamul as-su'aal way ama 1894 fil mowduucay رجع تلمامي اضطرابك اهري وحال اورنجرا والحافظ البزاء في مسند مجلة كوبات بقول طبات يكوب لمن كان المتقدم وكاس متقدمين لمن مري ومضطرب كالبزاء اي لمن مري ومرسل بلا يصح متصلا وكم ابو حاتم الرازي بيقول يي مريا لمن كان معاصرين تا اد بيقول دغالمين شريف حاتم العوني بحث ابو كلي هي شيخ محمد رزق الطرهوني بحثي بأصنا كلي كتاب سأل محوها موسوعة فضائل القرآن بحثي بكلي هاي شيخ خالد العيد بحثي بكلي إلى أن دور يتبنن باون أبحاث فقر حديث كذا قال بأم باك تاجن ترمذي يا صاحب بدي تحسين يا تصحيح اضطراء نكارا متنية إرسال إنها صور أي حديث كتاجن والعلم عند الله أريه جامع ترمذي ما كان مرة حديث كاني وحن مرة محسن يعني إلى أمن كان الكاسان تاجنا ينو حديث كان حسن يهي بشواهده ومراسيله الكثيرة إن لقد أياد مودا لكن من نكارضا معنوغا أي وليد ترين بضن كينيسا نكارضا معنوغا هدان وافجنون أن قد شبت نبي الله إرأي ربا كاموقتي سي حديثي أورو وافقا وإس كينيسا أو التقليل لقحن بارو أضو خلاف كابان محديث كتاجين اسكو هدي أعتبر هاي سنة أدوه كذا رجحوا إنها سنة كذا تغينا سورة هود يا غير كي سورة الوعد في محاكرة هي سورة ها وحي إن بدن كهل لين استقامة يا أهل الشقاء يا أهل السعادة وناقود يا حساب يا حوال باكوي مد سورة هود دو حاكوي مد فاستقم كما أمرت الاستقامة كما أمرك الله وهول أبق ويستنكسوا بحكا إلا المعصومون مرك هول علص والنبقى خسية كون صابتن أوليد إلهي ماشو ربكو ما سوء ما ملدونه إيا أشقيا دقابك اللهم ما ملدونه إيا أحوال الآخرة والقيامة هولو علوس بي سورده وطان تدبر كده النبي مركاسي إيه الرئيسي يبوليه وحانا حديثة كون لغا فهمي فكر كإيا همي بضان إيا حزنه إنو ضدك عمر الدجيو تانوح أمغاتي كعهاية حديث كعائف وحيث النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجدا بمركي أي ضدكو أي بربريا لما حطمه الناس نبي ضد ما كان نبي الشيدين والبربريين أو الرقيق أيو صلاة وتر كذي قيام الليل كفوق عب صدي سقال أما تضبو أما أوفر لي كنت كان جري ضد كنا بيقول سيء البربريين سيء الرقيق النبي هو الشيدين بيلاد هاي ويت نبي جاي البربريين بعنوا ما هاي مسؤولية دودي فكر كودي حل كودي وسجود كودي كورقب كودي هم يقول أحم بارف النبي والله بابا هيا دي لكن أتكلم عن ضمير فوفي وحكام مقام بمجر حدثنا سفيان وكيع وانين ضعيفة ابتلي بوراقه فنصح فلم يقبل فترك حديثه بالا إلى ذا وانا من شيوخ الترمذي وابن ماجه فقط وإن صمر إلى تقضي يضع يضع قال حدثنا محمد بن بشر العبدي محمد بشر العبد ومن رجال الجماعة إنك كرجي بكتب كتب ستة هل نوكلاء وهلية محمد بشر والنسائر وحكوري نسائي مركز مريسه ومباد الله محمد بشر يسكدري من كان يا من كان لكن كتبتك لها تضمر يسو محمد بشر ما قشوانين كان كلي وعد كبقوا أنسان محمد بشر العبد ويسكسيد لغو ما يسكسيد لغو لأنه شنطه ذكري هل كان من بسي وكوري أما النسائي من كان يا من كان قدرة مركز من ننك كلي النسائي كلي كورين هيا بسوا ننك رجال الجماعة هاي العبد ومباد كالغوبسان مركز كتب النسائي مريس أما كتب البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وحاول أبي داود من كان كلمة بلسه البوذي محمد بشر العبدي الإمام حافظه
عن علي بن صالح بن حي الفقيه، حسن بن صالح بن حي الفقيه نينك اللي يقانه إمامك ولا الكيوي نمي وراء هايه نينك أنا عبادة بطناء لكن هو أقوان يرى نينك كلا يا كفقيه سنة حديدك فنك حديدك يا أقوانت يا إجتادك نينك لبلا يكو قبي أصيب ولا الكيوي ولا تتنزيم من حيث العبادة والاجتهاد حق عبادة الله كعبسك نمي لا تتنسيه هايه رقو حيرجح جرين فقيها حسن بن صالح بن حي إن كان علي بن صالح بن حي بيرجح الجرين عبادة واسع عشاء أما علم أصوه مرنكو مجر علم يا رواية يا اجتهاد يا فقه إنك حسن يا أسكال حسن بن حي وإنك حتى لقوه المريي سبيان الثوري كان من أقران سبيان الثوري سبيان الثوري بآد سبيان بجرين حقوق حقوق بأسو الخروج على إم الجورة عبارك جرين يبنان تاي أما الواجب تأني لقب حكامة الجوارة ضغاطة إن كان أحاق بحسن حي الفقيه سبيان الثور الرأي كلو قبلنا لقب حنة لمن صاحبنا وقهايين إسكو أودنا إسكو فقينا أقبل إلا كذا رجع مركة قاركود مركة صغو ملجو وصومر إن أرضي سفيان أمو أركو حليه يسلم علي على سفيان الثوري والسلامة بلغوا تحياتي قارسية مركة سفيان لوبي سلامتي يحوليه ما فعلت الصلاة والجماعات خلف الأمراء محكثم يي لتكشدي أمراء ملت كذا مثلما سانت أنا أقبالين ورطة ملت كذا أمراء ينمنك ورحجوا مثلما تكذا هدي لو ملت كذا سلامت أقبل جري سلامت وأنا أقبلي سلام الله عليك وعليه أصغر الجرسية هدي لو ملت كذا هولي شو باقي جاي سلامت موسى أقبل جري شو أنا وش أقواتك مركن ما هذا سنة قضية آية لكن علو حيليه ومقبول وحافظ حجاء من حيث الفقه ومجتهد مطلقة من حيث الرواية وإن مضى وحدي كد الوري وكتر ثانية لكن يقول أصدقون وننثق إمام حافظه وللكي عفوا علي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جحيفة وهب السوائي وهب من عبد الله السوائي وهب الخير وغلبه علي فقع علي لشقين جري حيالك وقبتي عاون جري وكجرة وهب مركة علي بوهب الخير بحيه نأو قيمة بضنبه وصدوق أمين وعدل وبيت مالك أستقام موعيد فلو سعالك وآمن جرين نوح أسكجرها ولبضا لقو آمن من بين أقوانين لكن شين المركو أركو حيرام هاي ونحو لقو آمن كريم باجرة منك مركا أمانا حوالها يكفي عنبه على نوع أمان جرى وهب الخير قالوا حري وهب قالوا حدين صحابه يا رسول الله رسولك يا نراك وحنك وارقنا قد شبتين العفرو ذيبا وارقنا وإش قال الحوري قد شيبتني هود وأخواتها حديث ورن صوم الرئيم بوي وطريقي وروايك وإسل حديثك وإن كي يمد عن بإسحاق السبيعي عن أبي جحيفة مركب ولما داره مدار الحديث على بإسحاق مدار مكر الله مغال طلبوا من إنسان مدار الحديث حديثك هضان لسكو خلافا وروايتك أي سنبان مدار بميش ميال مدارك قد يكون رسولك لأنه مدار الحديث نقال لغيابة صحابي كان مدار الحديث نقوم كرا حديث نكو كدو الوريقة تابعي كان نقوم كرا مدار الحديث تابعي تابعي إلى آخر الساعة مدار مدار ومحي هدو حديث كشيخ كانتشار لبا أرضي صدحي أفر يشنك بلنبا ميرس بو إمانيس إذا محاقين مدار الحديث هو على أبي إسحاق لأنه انت هاسو أرضي بحديث كقاتي ابن عباس بحديث وري شن تابعي بكقاتي مدار الحديث من؟ وابن عباس حديثه حكود الوريقة لأنه أول من تصوأ أبتر الصدوق يحكوصه شبه يا هي ابن عباس هذه حديث كنا نبي محمد السحابي بس أكوري سحابي قانا وكسي قاتنين كالك قاتن مدار ماش ميال ننو ويغاش لكن مركا نبي محمد حديثك يكوري عن شان صحابة أما أفر أما الليح أما طبان كوري عليه مدار حديث و على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الله باطن أرضي صدن أرضي ماش مكوكور ميسا ضر ميسا مرضى هذا حديثك عن شيخ كانتشاره شيخ أنا نحن هالنقض أما سحابي هالنقض أما تابع هالنقض إلى آخره وعن لنا مدار الحديث هو على فلان وأنك لا تقول إيماني إيه لقى انتشاره إيه لقى فلان هاي إنك أصلا مدار الحديث اللي قاله رواده هذا يسكو خلافان مركز أقولت إن رواية إذا انتشرت الرواية إذا تعددت الرواية وحثيرين نول با حديثك ثم أصح رواية ثم أصح أما مصطفى هاي حسنا أو صحة
وحي أن مركز نواز كطوري انت كلام نقونيسا اختلاف الرواة هذي مركز خلافان بعض ترجيحين أو تكلف حوجين هذي سوافقان واسخلافين وحديث كيف ربط طرق متعددة يقوي بعضها بعضا مداركو حلو وجدا وأحد كحديثكو كانتشاري وكتعدد الروايات وإيه كتعددين مركز وحنو وجدنا ولي مدارك لا تهجون أبو إسحاق السبيعي يبي ولي مريسة أسقه داينا عن عكريمة كورنها يا دنا عن أبي جحيفة وهب مكورنها يا وأسلم طريقي يسلم مدارك وحدكم مريه قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها مركا سداسة لوجيدا صدرت تلمذي شيخ البخاري بوديه طريقا ضمبي طريقا ضمبي أبي جحيفة مري يا كاهر ابن عباس كيف حب أيهما أصح بكير بخار حلو دعني أنظر فيه يك هذه ترمي إذا جن بالآن في رصدي حلو ترمي ولم يقض فيه بشيء بخار هوسن يريد بان إلي حلو يري إيك هذا أن دكتور سيف عن أقف كير موسى حكومين توايده هرمية حب بل مسألة ضم بخار بك قاب صدي حلو بخار كي قاب صدي هوش سهلنا بتقرنيس ولم يقض فيه بشيء لحبه قل إحنا نيشان رقم كحديث كعيل الكبير للترمذ والله بنك والله بنكرته ورك هورن صوشنا كذا سنة كان اضطراب كل بوش يجي بكمدي يعني اضطراب كل بوش يجي بكمدي يعني طريقة طريق لبعضنا إنه يمادا لقيا بق صدحاتنا إنه يمادا لقيا بقهم آخر الكتاب كوي يمادو حدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي وشيخ شيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال أنبأنا شعيب ابن صفوان ونن ضعيفة مقبول وحافظك التقريب كليه مقبول وحوجه له لن يقول الحديث ما لم يطاب حافظك تقول فلان ومقبول ما هو مقبول الرواية وحوجه له من كان وانن ضعيف هذه لم يطاب عينا وحديثك سحوق بنانا أما شاهدي وحنو عاصوه له مقبول وحوجه له وضعيف ما لم يطاب لن يقول الحديث ما لم يطاب واستلح خاصة في التقريب في تقريب التهذيب عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رثمة التيمي تيم الرباب من كان أبي رثمة مجلس إمام دونا وإمام كهل دونا رفاعة ابن يثرب بن التيمي لكن تيم الرباب واحتراز عن تيم قريش لبط تيم باجرتا تيم قريش لمن تيمين لو جوا قريشين أها أبو بكر كم يعني أبو بكر وأن تيمي طلح من عبد الله هو تيمي مركا تيم قريش يا تيم بكر باجرة بن وائل مركا تيم الرباب بني منك اللي هذا ولوقي ذا تيم الرباب ذي لو قبيلة يقويس كرنا شيء قبيل كبرنا لا إرهاب بكر لورنجر بني بكر ماها تيم كي رياق قريشات احتراز كسوجة إمامكم أنا أبي رثمة التيمي أبي رثمة رياب بني تيم أها أبي رثمة مقعيس الرفاع عليها إنه يثرب إمام دونا مقعيس وشيخ الشيب الدونا بقى تيم الرباب تيم قوام حوا تيم كير الرباب من الرب رب بناء وقتلة أما برعتك وحوتك أنان وكلي يا لي هذا أسأل كيسو قال وحوري أتيت النبي صحابي قال نبي رؤيمي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي ومعي ابن لي أنا ويل أنا لي وإلى الصعود والنبي رؤيمي قال وحوري صحابي أبي رثمة فأريته نبي قال لي توسي نبي قال لي ما أقوى نمرك وكهاسة نبي قال مير صعودة فقلت وحاني لما رأيت نبي مركان أركي يا وحاني هذا نبي الله كان هو نبي إلهي يعني مركان لها صاريبة هي بدي سئي قاب كليوت المام الجرئية وحي يغسو قاري جرابع إيغام مغلي أسقى مركب عن صدي وهذا نبي الله نبتي سوء الرمى هيا أسقى استثيقين هيا أسقى حسو الشيئة هيا ومعنى لما ريوه لما أنه حيلي يويل كسبو الشيئة هيا اللي ويل كسبو الشيئة هيا أبا واك نبي إلهي مركا وفقلت لما رأيته فقلت لابني لما رأيته مكي نغني سب من كي يقول عن كؤري مركان النبي أركول الله يتصي هذا النبي الله لبضع معام علوم ويت المامان وعليه ثوبان أخضران لبمر على رن واقبة مريح على رن ومركي جنده هذا جنده درع رن لحد داي وله شعر تم النبي لها قد علاه وكسر مري الشيب الرؤ تماء عرلنا ونبي قوالها وشيبه عردوسنا أحمر وقدود نيت وقال علامي عرق قدودا بأيهي حديث كمركة
أصوب مركب حاد مودا ظاهر كيسو إنه كهر إمان أحاديث ثورين الصومر حديث ابن عمر ابن أنس غير كتبة تما أي كثر مرة إن عرو وقت بس في عرو طيب نمنا مركب علىه على وحيلين ليس على أصلها إلا إن على غلبة كتما ضه هي أكثرية كتما ضه سيدو ضبا معنى هذا أصل كأه استعلاق مك الله قصو طبو وح غلبة كتما ضه إذن عرضوا ما يسن كغاية من قنين عرون باكم موقعنا يسن مركا الله كو قال النبي قال الله ودان الله أركا هايو عرضوا نبي ولي بعلان يرون مرين جري وولي مركو بساسا يهيئة وله شعر قد علاه وكسر مري أما وكم موقعنا الشيب عرى كم موقعنا يسوى شيبه أحمر أي مخضب وي مخضوب أهوال علان وجهده المهم شعيب بن صفوان ونين ضعيف أيا سند كان لي أحديث كان لي يميد لكن والله متعوي جرير مع جرير بن حازم إيوه عند الدارمي إيوه أبو عوانة عند عبد الله بن أحمد جماعة متابعة شيخ بن بشير السلمي أو السلولي رقم ضمن مركة متابعين مركة حديثه حسن بن نقونية على أقل تقدير هذه كله بالمتابعة صحيح بن نقونية مركة الوحم بارا معها وتقدير كسحابي أبي رثماء أي صدع النقضي فقال لك النبي أكبر قال إن بدن لازمي إيا قاني أيات المانتك قواناك سنة لكن أصبه إشي سوء أنت يقبط النبي مرحي سعره بيبو أركا هايي حدثنا أحمد منيع البغوي وصاحب المسند أبو جعفر البغوي قال حدثنا وشيخ من شيخ الجماعة قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك ابن حر قال قيل لجاب من صمر وحلول أكان في رأس رسول الله شيب أكان معها في رأس رسول الله مدح النبي محمد مكويا الليل شيب وحراء مكتالي قال وحول لم يكن معها في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب وحراء إلا شعرات تمير موية إلا شعرات نكرضوا للتقليد يتوينتوا للتقليد ودورا إياه إلا شعرات أي شعيرات بين معاتيني تصغير بين معناتها روايات بان كويز معناها أصدق أبا إلا شعرات تمير موية وفي مفرق رأسه ماذا يحس الشيحة ماذا تمكر البحر تمي ماذا تمي وارت إنه كان كلور مدام برطن كأ ماذا هذا مفرق ليدا ذا كلبح تمام أما الشيحة تمام ماذا كل شيء حياة قيمنا إقدار وضع وقيمنا هو رئيس سؤاد أما ماذا تمي كورة كسلانة المودين لقوا رئيس كلابعا قران قرب بنتين لقضاء مقوريقا أما ماذا ماذا حلقا بالله بلقا أم كيدي جنة مداتوه ماذا أيام أبا أنا إلا شعرات تمير ميون وكيا اللي في مفرق رأسه مدحيس الشيح حديث أما برتنكيس أما كلبعيس إذا الدهن مركو صبكاظه ومدح أصبكنا وراهن وحا أستر جرو قريجر عرضا أيضا الدهن صبكا قرني نبقى هدو صبكاظه سريدي يستو عرضا يريد صبكا وقرنبا وراهن وحا أستر يهي وقرن يهي الدهن صبغا مركه تمير بي وعرير بي اهي سدا مركه وجابر هي انس هي ابن عمر يا تلمامين بروايه ابراهيم ان كستو تقديرك وش خلاف هي ضابي رتم قاب صوت تلمامي باب ما جاء في خضاب رسول الله وحي كيمد اعلان كان محمد روحه كسو هلي مناسبه باب نبي عروبين سن عروبين هدو عروب ما كا عروبي واسو دمات هدا اعلان ما اعلان جري وباب مناسبه بوك حجي إمام أي مضو مناسبة أيوة نيذا كهي وحقورها هي مناسبة دي أيضا نيذا كهي وحقورها هي مرك حفظ المصيبة باب بيدها هي باب كور علاقه لليها أم قطع لكن كورن مهيان باب كان يناسب الباب السابق في كذا هذا أسكي حني هذا هولها سوهولين متأخرين وربط نيذا دي وحد بقل كودي وقط قط كودي أما رجع وين أيوة حكمة مسكحة وجرتهم بيقوق رايا الإمام المسلم كتاب كجيري من بداية النهاية واحد بابا ومصنعين واحد بابا ولا كتاب لكن هذا ظنين كأبا هذا وكتاب كترتيب سنسل هذا وقرانيا وحل لقنا بدلي وإذا دعوا بابا يخذوا القرتين كتاب إيمان برمين طهار برمين صلاة برمين صوم برمين زكو برمين أحاديثين كتاب نكوشي ما هي باب نكوران ما هي وحي أحاديث أبقصها بسنة طهار وهمر سردينية أيضاً غلبة إزدبتها الله وبيه بكهل لها دنوى سيدي بكهل لذلك أولا تأيوم في مصري ووضيع وذا ديه دنبيه مؤمن فيريين انتا نقام حيب سابت انتا يطهارو
كتاب الطهارة باب كذا كتب القرتين هذا نقل كتاب الصلاة باب كذا أيها كتب القرتين إمام مسلم أبواب مصمين وحاضر لقى النقاشة أمو كتاب أول قرية وكتاب الإيمان وكان تجد أسيد داي هذا كتاب الصلاة أسيد داي كتبت هذا يا أبواب تبا تبويبك يا كتب تبا إني إسكالي علماء الدنبال لو بدن يحب قرطبي إيو نووي إيو فقاسا كقرتي ماشا أولها سيد أما أيو أي ملك الأبواب بيستمعي منك نوع عاصة حديث وحقوق رتبها يا سيد دقيقة هو بخاري حدث وحقوق رتبها بوضع رتبها مرك أود ذي كمتها يا أولها نحولي ساعان جلون أيو وأيقو وقت قدر أنكم بحيان بقاها مرك إن باب الشيء لدبدك باب الخضاب ومناسبة ظاهرة جدا باب ما جاء في خطاب رسول الله علان كنا نحوح كيمت حدثنا أحمد منع البغوي أبو جعفر قال حدثنا هشيم ابن بشير قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن إياد ابن اللقيط العجلي قال أخبرني أبو رثمة التيم وهذا إن سمرنا سحابه قال حول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال رؤيمت مع ابن اللي أنا وويل رأان علي إلى صعود ويرو مركا آن وينيه فقال نبي حول ابنك هذا كان مويل كاذبة كان ما ضاد علي فقلت نعم نبي الله ها أنا علي أشهد به وأنا اعترافت أنا علي وأن قرأ هيا مرقبا أن كان هذا يقول هذا هو أدب أها أبيه هذا هو أكا نسخة طبق الأصل بأها كوبي بأها مرقب النبي الله أنا علي وأنا قرصان أنا علي اللي المرة أفتقي الرعوه هو يدو أكا لا جرح المنى أبيه بو أكا لا مدعو أكا شيء سوى إسكا رح نحاط تاجرين إنه حاطي وان محاي وشو كوبي بالغا ساري اللي كوبي قا قيب المكوب أصلي أه من نوحا وهي مركو يقول لكو آد بأبي هو أكا أبو رثم آد هو أكا فقلت عن نعمنا بأ الله نعمنا دواتق أنا هو تغرير لما قبله النفي أو إثبات ويحكوه رئيس قطاع أما النفي أنا أغضو أما إثبات أنا أغضو الراجحة أشهد به واقرية بصيغة فعل مضارع أشهد به أي أعترف به وأقر به إيه علوم حليم ما يوافع الأمر أشهد به نبي إذا مراتك عين الله نبي الله أنواع من هباية نبي الله إذا مراتك أشهد به يعني لبضا معنى بوال الشيقة أشهد يو أشهد أما إشهدنا نمان با أرمية أشهد نمان با أرمية لكن أشهد ذا اللو بدنيا أعترف به وأقره سيدا إيه حركة سنة إذا سيدا سوي يعني بقى اللو أنا دالي ويلك وانا قرسان أنا دالي ويلي فوايدي سنة قطي منا وحو سيدا أجيري آد بوئكا نبي ووقص لمركو سيدا يجير حدي قد قصر قام تضي نبي ووقص لي فتبصم رسول الله وضيق موقت ويلك أنا دالي كف الليل وضيق وحور ويلك أنا دالي وانا قرسان نبي اللو أعترف أما نبي اللو إيقام مغراتي كعين أنا دالي نبي مركو وقص لي قال نبحو لا يجني عليك ولا تجني علي لا يجني عليك لبكيسو أذيك اللغو قبصا مهاي ولا تجني عليه لبك دون أستقى اللغو قبصا مهاي معنى هو أنت الجناية ولبك إيا جريمة جريمة أستقوه قيستو الدنبقة أذيك اللغو مهاي استوي مدى أضوء آل قيستوي الكلود دي لمهاي القاعدة الجاهلية أهيت أنا إنا دير باو لنته أما نن إن أدرك باللود دلاء أهيت من أبقوا بابين هيا ولا تزر وازرة وزر أخرى بي حديث كل معنى هيا لا تجني لا يجني عليك لبو أسوق قيست أدرك اللي قد لما هيا أما الدنب أسوق قال أدرك الدنب اللي قد لما هيا مد أضوء أد قشنا أسوق اللي قد لما هيا الدنب أما مثل هذا عاقل هذا ومكت طلق من أسلب بحياء جنايا ماء ومن باب المواساة وصلة القرابات والإحسان ويا حيث مرق عموم كيسا هي آيات عموم كذا وحلا قصر الرياضة يلا معك ولا تزر وازرة وزر أخرى إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وعام محفوظ أوي عام محفوظ أوي طيب كذب فقاد مرك الله بقى الرمي كهضان وعاقلة طلق منك خطأ وحد له كم وحد له مكيس طلقة بحية حديثنا وحيري ولي أبيه لسقبان مهيئ لبي جيستين هذا بقول كي خطأ وحد لي أما أبيه خطأ وحد لي أما وراك خطأ وحد لي مكتيس طلكم حقوق هيا جناية ما ننقلين وحن كالمين أنك خطأ وحقوق ضحي روح مسلمة وديك وقول خطأ من غير عمد وي حلو هو كبدين
ذنب يثم لو قور ما هي لكن ضمان يدي يدنضو ذلك ويلك لا قدل لو علم هي باب المواساة والإحسان وصلة القرابات باب الجناية معها جريمة عن قلين مجرد نينكن جريمة يدنب او قلين مجره خطأ دعاي قف كيبان سمينا نب سوكر ديبان وحكا قبانينا إحسان يا عدل الدين يدوي وماشو أرنجرين متكلم أصولي أبا وحجري شرع هذا النبي محمد كلها وعدل إلا في هذه المسألة فإن فيها جورا. الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام بوحوري هدي الذي لها مركز دبنه سأنت أي كصوب بحضي لكان إعزازا للإسلام وإذانا للكفر وأهلي منك مركو يريبو إن شرعنا محمد وعدل كلها إلا في مسألة العاقلة أنت مركو يرهدي الذي لها بالزنديق مرتدويه لكان عزة للإسلام وإهانة للكفر وأهله هو شهول أضقوه شهد على النبي محمد بأجور كجرة إيا دين الإسلام كان عدل أهين إنك يكسر ضحضه وإن لو حيره زنديق وزندق قرسان هاي هو شهيدها لسوي وذلك الجهم إليه العلم عبد السلام يقولونه ومن قتل نبيا من الأنبياء لم يكفر لقتلي للنبي وإنما لاستخفافي بالأنبياء نبي محمد نك الدل قال ما هو الكافر ما كنا قالوا ما هي الدل كان نبيك أو هو قالوا بي استخفاف كان نبيك أو قرصي عور ربائنه وعليه مناطق الكفر والتكفير اعتقاد ربائنه وعليه اللي يدلك وافل أعماش الجوارحنا قال ما من قلت عند العشائر وأبتي سمرك قاعدة جهمية هي تمشعر كي أشقى يسوى أنه كل لحظة وأو يدهده قلبه نبيك استخفافا نينك النوع عاسا وحكوليه من قال أن في الشريعة جورا لو قتل عند مقالته تلك لكان إعزازا للإسلام وإذانا للكفر وأهله أنا لم يستهد لك وركا ور مناسبة ووي بريهان دمنا وابدانيا مسألة أمركا ما أهم مسألة الجناية والجريمة أخذ الجريمة أما تحمل الجريمة أما معها إثم يوامعي والروح المسلمة أو خطأ وحقاري حولينا أن نسكب حين كان ابن سوى قاري إن لا عاويه مسلم بها صمان نعاوينين مد قاوان بها نعاوينين مد بها نعاوينين إذن مسلم دب قاري بها نعاوينين ومغلق قربه دل كدتك يهولها وكلا هو باب أحكام الوضعية وي خطأ يعمد وإسمه مربا ديك خطأ وديشه وداديسه أنا عمد الله بقوربه ولا قاره بوح مقلة إلى هذا، ومركها هديل أدي أمل القصص إن مركها عمد قطع، مركها سهل جا إيه عمد جا إيه جهل جا إيه هولها مرعى، روح هذا الجهل أدش، وحول مكتوم بالقاه قاري، الودين ما هي هولها أيضا وأحكام وضعية ولأنه ومعلق بالأسباب، ده غض النظر عن جهل المكلف وخطئه وعمده وقصده وعدم قصده. هبين ما يقول لغوين هي ذات بكير تقطر أن ترضى الله ضوء وشبه العك تقول ما لغوليه ما أركين هذا يكون تعالى بكير عوام الضباه من عو ضلوا هذا يكون تعالى والله قال قاد أمواج وحوار نوع عز وحوار المير هذا هذا نندله والمكلف هاي ما تعالى قال روح والله مجنون أو والله تلقى هذول تروك لي وكذي لما قبل قال ربع مجنون يا بحن حوله يسوى الله قال تحول تلقى بحن هاي ولكن سي ابي قرار الضحين وحا دعي هو دخل هو شاس ما اه مركه اسم لازما اثمه يد يده اظن اثم اهين اي يد يده كو واجب اظن مكلف اهين باديه لغا ربا مركه قضيه هورتا قضيه ما اه قضيه ايه مو اه جريمه لا قاده اثم لا قاده ما اه ونوع المواساه والعيب اه وسيله القرابات وانا نوع من العدل مثلا الله بعد يمرك الله صوته ومرك الله مرة يحديث كعديك لميك وحديث عمران بن حسين في صحيح مسلم قصة بسنة نمن نين ريباني عقيلة مثل ريباني عقيل بوها أي صحابة وثوقفتين نين بي ثوقفتين هل وتسابقة الحاج لأورنج ريوطة هذا قيف هي صحابة اسكن عيو علو بي مرك هذا قيف الله بس صحابة قفاش صحابة بحضو مرك هذا قيف وحكسو قلابتا أما كسو قلابتا أنا كدبنا وحيه لنن هل ديريسو
هاشو واجد ما لبح على نحوها قصوى ديرينجر تي وطا سوار بلد قط والله سوقبت يا طير ربنا عقيل بنا بنا عقيل كذا منا قانين كمبل أصلي هاشي بقى مدينة لك يا غي مسألت والله وحري هاشينا ولا ففش حول النبي محمد محمد ومحلاي سوقبتي بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج محان أنا أقول إيه ذي وأنا لي سوقبتي بوي هاشي حجاجته كهر مري جرتي أما أنتي هرتوت تقتصون وقن جرتي أنكو شقيشين جرتين جرتينا أو قاطنا من محمد مركز ونبي حوري بجريرة حلفائك من ثقيف بجريرة حلفائك من ثقيف في بني عقيل أما عقيل هي في ثقيف بحلفة كاشان بورسية وأسكو تشيل هذا تشيل كعلوني أن أتشيل كبر النقوة أسكو باب باتيوه أنا يرى عقل دجال غمر دحيو، لكن هذا كيف ما دجال لناي؟ هذا كيف نمن كل حلفاء أنا هاي؟ وأنا لا دجال لناي. مركو حال جوس وقبت أول لمن هشان الله دعي أذانا ربك بتبادلني. إن حلفاء دي دجال غمر دحيو. هذه هو حكم سياسي شرعي أول، حكم مهم جدا أول. مركز المصاصة وركمك وقرن هيا. عرفك عربين يعرفك ابن آدم كأنه يهي حليفك وحليف سورة حليف القوم منهم مولى القوم منهم ابن بنت القوم منهم هؤلاء من كثر سواد قوم فهو منهم حديث ضعيف يقول لكن طرق بضاني شواهد بر بضاني المهم مركو هو شعر كيبه إني مسلم هذا يسيد على الطهيان ومسلم أنا هيكون إنه يعولي لو قلتها وأنت تملك أمرك كل أفلحت كل الفلاح هذا القرآن الله أظن ملح بنان وصواق من وحدين وأسير محبوس أهين أطير ومسلم بنا وأن أقبل الله إسلام كهذا نبو وكرنا قاق محمد وقاتش أيها رشين الله يسي وأن باهنا أيها الله يقوذي وأن أؤمن الله يورابي نبو حدو هذه حاجتك وربية سي ورشين سي إسلام كسنو سن أقبلين بيحفات كفهمين هوش أيضا حديثك مركب هو مشكل وحلو سكوه قا روح الإسلام وانكوها اللي إن المسلم يهده إن لقى أقبله من أنسان يقول الإسلام يقول أجدني كارها أسلم وإن كنت كارها ورشاهد وانكو روا سبعنا السبعنا أن من يجب النبي يقول محلو الله يقول خالد بيها أكر راعي من لا إني مسلم ونبي يقول ديدي وكذا قيشت ولو حيدهن قال لي مبقوني ونبي يقول إنكم كوه قا هذي أيها ديرتوا حالات خاصة قضية معينة وي. نمنك وركض وفي عين محمد نبي مركا قاركود يبني الأحكام على البواطن وعلى الغيبية وين يريد ظاهر كي غالب كان محوها البناء على الظاهر نمن هالكاسي لما ريد شابع وحولي هدي أضول بصوق قبت آل إسلامته وبعد الأسري آل إسلامته وحاوف بنا إن أن تلك ديب قعنا مس حابس وزفرنه وإن كنت مسلما شابع صوه الكاسي لما ريد نمنع الإسلام كان لما أقبلين لأنه قرائن ظاهرة مشتا لا يحب ومبني على ظاهر هنا قرائن ظاهرة إن كان عدو إلهي بؤها حليف من حلفاء ثقيف نواءها وان صوقبني وان حدني انت اللي سوي انت اللي حدني اني مسلم مالا هاي مركي هورفو كلاتي اني مسلم محيطة نمنع حليها الكاتب او دقال بان باكتا وحيقا خستيية ولا تزر وازرة وزر أخرى هي إنه لا يجني عليك ولا تجني علي قاعدة حديث كاسم مكور من مسمى يكمور مني لأن حليف القوم وإسكبار أستقلت مجرمة لماذا لم يتبرى مركز أقاتا نجي رياتك من أن دقال الله محل أبي هو دان ريبني عقيلنا هاي تبرأنا من حلفنا حلفك إيا قاشان بورسك إيا تشيل كان للا هاي رياتك وان كبر النقوني مسلمين أنه دقالك كم أجره sida dartay dunida waxa dagaal ka socdo dhan inta isku jeelo waa isku baaq inta isku jeelo isku gaashaan bursa waa isku baaq naata iyo warsa iyo carabahooda iyo wixii la socdo dhan isku jeel weey kuwa meesha la mariya la marin ninki reer bani aqiila iska socday meesha suubanu mariyay xageeb u mariyay jidki reer thaqif u mariyay kadina wuxuu san hashi waa laga reebay waa qaniim hashi waa laga reebay asiga waa la qaaday وحال الرياضة قيفة ولا بد السحابين نجاحي شتان سود داية وحيدين سيدين إن نك حليف كي نأ هاي تشيل كي نأ هاي إسبهاي سجي نكو جري رائع عقيل نك قال لك حيل لبست حليف على قصو فوت أصلا نوال عليه تلقي بكل لابطي هاشنا غنيمة وإذ والله دقي
نبي محمد باكو حجي جرى اورتي قيل كبد انجرتي حلال حلال دا شوي نينكي ساكي دا حلال ما هي ان عصر كانوا قالوا بها يعني قل رحضهم لعند بقالوا بيسكي الالين هكذا النبي قبرني كو حجي القيمة هبرني حلال ما هي النبي حوق بكو قاطية وطاط رضان حمام بكو قاطية إذن كو حمام دوين بكب حسان قدك اسكي الالين هورتا ايضا حديث كان مركب فقهاء الضبين مغاربه وحيود دليل شديد قبائل كان مركب الدين كان لقارسين اما الشريعة لقد طبقها هايو هذه قبائل كي قبيلة قلت دقاء اللهم مدنا ودين كي قاتل السورد ويو حقا ان اي حلف كوى ليه ويكبر المقوم ويانس حكم ويه موريانتا يقطع طرق ان عرسان انو ننك قرية السورد ويه وكباب هذا يكفر أنت أذكر راعي أذكر جالك وأذكر باب إذن ننك حليفة وحلو دري بإثم غيره ما إيه لفت كسام مجرم أه اللي حلف بالله هاي حلف كنا واقع عنه مركب الله بق لحجل سبيساتين أنا هنا كل جمع لا أنت هذا زول عظمة هذه حلف كابو ومت كلا كابو وقرب كلا كابو وإن كل جاي سهله ما البنك صار هاي لكن أرابط أضوه طف أي واحد مقول ركيبا يهولها نادب كين هاي خمر يلا مركا حلف بسيدي سوي هاي مركا هذي حليف كذا ومجرم نقض أتكبر النقوم ويدسكوا بابوي مركا لبلا مستلا على صو إثارية مركا لما راه يا ولا تجر وازات وزر أخرى أيو حديث كان أسرع لبلا هنا من نواب مجرم بحلفه بعدما لم يتبرع أصلا كبر النقوم ما دام وإنه حليف كذا مجرم يعني طيب هذه نينكي دنبقى ماشا الوصم ينفرقية أصوغو إنكيري كرا إنكيري وايي أما ككعي وايي لاعتبارين وآثم عاصية هالاعتبارين نينكي حليفك كبس الدرم ويهوش أيضا أما قد يضى دية الخطأ أيضا معها من باب الإثم ولا الجريمة ومن باب الإحسان وسيلة القرابة والحوية والإعانة للمسلمين قال وحر إسحاق برثمتأها ورأيت الشيبة وحان أركي إخذ النبي محمد أحمر قيودا ورأيت شيبة حال كوني أحمر حاكم حكيم مستقيس وشيب أحمر مخضوم بالحناء حان أركي النبي محمد وتميس قيودين ولقوا علامي قيد كي علانك الأورنجري قال أبو عيسى الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب هذا حديث كأبي الرمتة وأحسن شيء شيء كأوه ناكسا وروي اللووري في هذا الباب باب كان لغوري وأفسر متكنوا عدوين وأفسر أبين وأوضح تفسير من الطبيب وتوضيحها محاجرة لأن الروايات الصحيحة روايتها الصفقان وحيدة هذه أن النبي لم يبلغ الشيء بي الشيغين بول حديث كان نحو الشيغي إن الوعي زيادة الحافظ نوام مقبولة صحابه مركز صحابه زيادة كردية مركز حوليه وأن الكفر أمام الترمي حوليه أحد صحابه هو رأيتري نبقوا معي الروبين ويوجد عرى الله شباب مجرم صحابي قلنا عرى جرتي إذن والله جمع بوليهاي وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثرب التيمي بالله إذا ذا سلاس أجيدا حسني قانا في أجيدا وحسني استلاحي قام معها من حيث السند ومجيده من حيث المعنى بأجيدا حسن اللغوي كي حسن اللغوي اللي أرنجلوي حدثنا صفيان وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح الرؤاسي عن شريك بن عبد الله بن أبي الشريك النخعي عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة أبو هريرة وحل وديه الخضب رسول الله رسول كان معي اللامي رأسه باللوجه قال نعم هابو قال أبو عيسى وروى أبو عوان أبو عوان وحوري والضاح بن عبد الله ليشكري هذا الحديث ورياء عن عثمان ابن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة إذن هذا هو حائس هي شريك أبو عوانة شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق سيء الحفظ وحول عن عثمان بن موهب وحون كدق حديثك من حديث أبي هريرة صحابي الحديث وكدق أبي هريرة أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكر وحكدق حديثك صحابي يسوع وكدق أم سلمة ووجد صومه وأذكر الشيخ عثمان بن عبد الله بن موهب يكوي ورنها كلاهما يروي عن شيخ واحد لكن اختلف في صحابي الحديث حديث كصحابي قيس أذكر خلافين أبو عوانة هذه شريك هي غير كيف ودا ما قرين كرا وما دوان كرا طبعا الشريك لم يضع طبعا إنه الشريك لا أكبر دوان كرين
مركح محفوظ قام الحديث ومن حديث أم سلمة لا من حديث أبي هريرة. فقال وحول عن أم سلمة، أم سلمة يعني أم سلمة لو ويدي هل قضى رسول الله نبي ما علام عردي سيارة نعم وعلام ساسا ولو جيدا أيضا سيدات هذانا أبو عوانة وحكى له متابعي أبي إسحاق، أبي إسحاق با متابعي عن عثمان عند الإسماعيلي في معجمه في مستخرج على صحيح البخاري سيدو حافظك تلمامي فتح البارقة رقم كحديثة مقو شرحة سيدات شنكون سيدات بقول سقاشني سيدات حدث مرك حديث سوغن ويا صغون حديث كان ضعفك كجر سفيان وكيل حبيل ما هي حديثك وطرق لك أولي هاي وحديثك مرك حسن كوي هاي إنه نبي علامين هذا هذا إنه صمر يعني حديث لم بينه صمر متن متن سوغم ويسند ضعيف فهن نقض هذا من طريق من جهة صفيان وكيع أبا كضع فيه متنها وسوغم يعني حدثنا إبراهيم نهارون البلخي شيخ الترمذي في الشمائل والنسائي نسائي الترمذي كريو شيخ يعني وذات كان إبراهيم نهارون البلخي قال عن إمام كاسي أنبأنا النضر ابن زرارة الذهلي ضعيف إلا في رواية قتيبة بن سعيد عنه ولن ضعيف أصوب مصدور الحال بحافظ قصوه إلى هذا مصدور الحال هذا اللي وانين مجهول عدالة عدالتها لقى ورقبين عين ثوال يقانا ونظر من زرارة ذهلي وانين معروفة من جهة العين والنسب لكن عدالة دي ساجها لقى قصوه مرق مصدور الحال بحافظ قبقى بقبية لكن يوم بالي ومعروف ويه وانين ضعيف لكن قتيبة بن سعيد هدو وحكوريو أرض قتيبة النقل روايات قتيبة بن سعيد عن النضر بن زرارة الذهلي ومستقيمة قوية قتيبة هولها وعام بكوية شيوخ انتقاب قصامية حتى رواية قتيبة عن عبد الله بن ليعة لحوجية فالبضون قتيبة كبت بالي باجرة قتيبة من عرص بؤها مركوا ضعيف ما لنا هي النضر بن زرارة الذهلي ضعيف إلا في رواية قتيبة بن سعيد عنه مويه ابن حباب ما ناسي ذا الشيء عن أبي جناب، أبي جناب الكلب ضعيف وي نينك أنا كسي لي نينك هوري أبي جناب واسمه يحيى ابن أبي حية الكلب أبو جناب وأنا ضعيفة عن إياد ابن لقيط العجلي عن جهدمة ليلى بمقعد الجهدمة مقعد لبين نبقى كبت لي ليلى لبلا صعد القبل قبر جاي عن الجهدمة صحابي وي عن الجهدمة ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية بشير لف تركيز وانا قلت لكم كم مره زحم مال الاورنجري مقعابا نبي يقول رمي مقاسم مقعا زحم حديدي بال انا قدام بعيدي بال هنا بي الله نبي يقول انت بشير بشاري يا طاي من بشاري ما دخيل اقول بشاري وناك باتي زحم محيطه مقعها ولا اسكب بدل ما اضق نوع عاص نبي يقول بدل ابو داود وكيل سردي 30 اسما نبي يقول بدل مقعا برا لي بل انت زينب انت زينب برا وامعي وأمان موقف فلا تزكوا أنفسكم هوني الضار يضو إلهي رب قد أضيع له ومطيعة ووشب بنوي زينب بالوي هذا ما يعاه النوع عاصر نبي وبدل يجري أما أمان توتي بنبوني توتا أما أضيق وتا سعيد مصيب أووي مصيب بن حزم وي يا لي نبي يجي من قسم المقعاء قسم حزم بالله نبي حرب بل أنت سهل أما يا مقع أبي يبيع بدل ماي أبي هو يبيع حزنه نبي محمد الحزن كأيدا ورأس قوته سعيد مصيب أورنجر ما زالت الحزونة فينا أوجا وحقه إنه مقع يلا إلا بدله وسهل نقضه لكن مرق الضوء سكوت كان نبي فرحه قال إلى أن من كان بالحزونة يا والبهار يا أريج ونق باقيه هذه لكن وقع يلا لهين واسع واسع ما نقول لهين بول بقول لما تديه بوقتها يا أول هو نظر فوقرت مركا ما عبوا ما نقول بتالي حرب يمر رأيه أي مرة وضعر كلي سما ضعر بين الله بحلا مرة وهي سما ضعر ما يعه نوع عسوان حرب ما عقبة سما لقى كبر أنطاي ولي بقول سما لقى بيض وكبر ضيع حرب وما قال الله بحامه وضيال ضيال محاكوا قلي جوكتا ما في عنا هو شق هذا عين الجهدمة ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت وأيد بالونس بيا قال وحيت رجبرنا جهدما أما الليلة أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها صارت أنا أركي يخرج أصوغ صبحها
من بيتي جورجي سكسو بحاية ينفض أصوات طبعا ربي وشفاي رأسه ما يحس نبي محمد وقبل يستي أنا بيه ما حك ما لعصاب شفاي نفض وين بيها سكشفته قعنته قرعبه سيبيه كعبد عطاء أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي ينفض أصوات فرنية أما سكشفاي رأسه ما يحس بيها كفرنية وقد اغتسل أصوات سوق بيستي وبرأسه ما يحسن أوكيا له ردع من حناء ردع هراء هراوة أمثاء ردع وتمو مركا انتي العلام علام كسي بابا هاي عرضوا اي موقنيس مركا سالو جيدا هاد بقران كرتا وبرأسه ردع اي اثر هاد باكويا لأم هراء باكويا لغم من حناء علام او ما استقال الشيخ وحيل وابراهيم هارون البلخي ردع اما ردع ضروبت وي ردع شيء اسوء غليت كالي هذا شك وحاشكي في هذا أرنا وحاكوشكي مردع به وعين المهملة مزغين كالمعجم كآء الشيخ شيخ ترمذي إبراهيم نهارون البلقي شيخ إذا كوشكي يقول لبضع اللفظي صوابكم وحاول عندها للعلم عين كاس وبرأسه ردع من حناء بالعين المهملة بل غين كونه خطأها لغة ورواية بعد سوافقي لكن أما نظام سيد الشيخ وحيو تبيي بكينا هي شيخ وحيو برأسه ردع أما وبرأسه ردع مركز سيد بؤسه التبين يا كوشكي ما صحابة من سواحة كوشكي حفاظ الروادك لما يا شيخ إبراهيم بن هارون البلخي سيد سوء الجهداء حديثك مركز سنة ضعف إلى قدر هذه نظر ابن الزرارة وضعيف إلا في رواية قتيبة عن أبي جناب يحيى بن أبي حي الكلبنا وضعيف لبضع عذور سنة يقبع لكن من حيث المتن والسغنية حيث المتن والسغنية وأنا ترمذي كم مرة جامع عيسى أبو داود بقتل ما النيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري من أبو محمد صاحب الصنة والمسود قرن إسلام بيلاتانية إنه صوم الرأي قال حدثنا عمرو بن عاصم بن عبد الله الكلابي ونن صدوق حسن الحديث محقق وضعيف بليل صواب ما سدى أيضا سدى الراجح أن ينكس ونن صدوق إن لم يكن ثقة طيب إلى أفر حافظ وأحمد كمدي هاي ويحيى المعين كمدي هاي وابن سعد كمدي هاي أو توثيقي بصر حافظ وكل شيء في التهذيب ولا في فروعه مرك توثيقات دور أو سن حافظ كهلين باب الجرة أيضا سدى طيب وأن كان حافظ حلو صدوق سيء الحفظ أما في حفظه شيء وحنو عاص بكشيك سيدة طواب كان إنك أنا وصدوق الحسن الحديث إن لم يكن ثقة عمرو عاصم ابن عبيد الله الكلابي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأيت وحان أركيضا أنا ساهي شعر رسول الله تمين محمد مخضوبا علاما والله علامي وعلان لمريي قال حماد وحول مركلة وأخبرنا حماد بالله شيخ شيخ روحها عن حميد عن أنس شيخ دمنا واك وأخبرنا عبد الله بن محمد عقيل بن طالب الهاشمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عبد الله بن عقيل محاكدًا بأيها مركة هذه محاكود جوغة مخضوم بإذنكو أكتر وسنة كدام بإذن ما شاك إذنكو عبد الله بن محمد بن عقيل حماد لبا الشيخ بوحدي كورا الشيخ وروى حميد عن أنس كان دنبانا وعبد الله بن محمد عقيل عن أنس ساسو جيدا مركا عبد الله بن محمد عقيل بخاري حميد أحمد إسحام راهوية وقوية لا سيما أحمد إسحام راهوية كان يحتجاني به حفاظ بضن كورن وحليم وانين صدوق في نفسي إلا أنه سيء الحفظ ضعيف فاض برضو كذ ويضع فيها لكن ربعونه كبار أبو حيليه من كان حجوا أحاديث أبو هريرة علي بأس كذا الدرمتو كل رفاضين موي ورؤي هاي وأننا صدوق حسن الحديث هاي مرة هيا حميد باسدا قبي أحمد با قبي سحم رهويا قبى ترمي اللي في تركيسه قد يضع إذا كمفه يبو خاربا رأيت شعر رسول الله بن أركي عند أنس ابن مالك مخضوبا عبد الله أبو حيليه هاي تميه النبي محمد بن أركو أنس أبي الله اللي أنصحب الحديث كان أنس بالهاي مركا
خلاف كما يشو كجر وحوي مركو حديث وحا حديث حماد عن حميد عن أنس والرواية هنا نوام حي قيبت الدم بسنر كدم يا شيخ الدم وعبد الله بن عقيل وحولي أنس حكم ورن هي أنيقا أركيبة تيمي وأقيا لأنس إذا مركو حديث وحا الرواية هنا نوى إخبار عن مشاهدة إخبار عن مشاهدة يورن حوها إخبار عن الرواية لبضى الشيخ مركة حماد شغل حبه كوانها يا شيخنا وحو أركيب أشيغ هيا مركة اسم الدينة هيا رأيت رسول رأيت شعر رسول الله شعر رسول الله تمينا محمد مركة عند أنس يا بناج حالة كوني مخضوبا لعلامي حفاظ مركة حسكوها هيا تمها ما أنس با علامي بعد موت رسول الله اللي تميه الله يستيل بركيسان هيا هدي أن لعلامي والله دورون الله غاجين ويبابا هيا وين شتشبه هيا وين كلا دادانيا كدبنا واللوايا هيا ويبابا هيا مسي أيو علام بالسي وحلو بدنيا هاي إن أم سلمة هي أنا سي أيو علام يجري سيتم باقي أسي هذا إلى واجد دم بي أحمد نحب الحلق اللي قرأ هاي لو بقولي أفرط من سنة كدب لو بقول سنة كدب بالله يستوي له بركة سنة تمينا إلى سوق جارنا وحود مي أحمد وود مي نحب إن يربكه يستوي وكنت وقفر سنة جري ما نقرب من عباس أي كرباشين يكون قرأ هاي إن كفرجي أي قص بهاي ها القرآن مخلوق به كلام الله مخلوق به ما لينك أشوف بالله تكتي تمي ولا واي هندي أتركت أمن كفان هاي النبي كذا هاي واحد تما ده مثل الصور وذا كلا صور حيران بيدم كله جويان تركي هندي أمن كم با تما هاي النبي شاكتين كنا محبان هاي النبي مريه سلام هاي النبي كوي واحد كاجر مجرد ذا هاي حل بسم حولي لهفة نفسي على تقبيل شعرة من رسول الله هل تنو النبي محبان هي لا ممكن لها أدونك هو كسمر لها ذهب من البحاث وواه طبق على واه قرب وقرن يست لح بقوله سنة كهرب ولا أي هاي حيوه ضل الله بين كل قين تمنى أحد يستوى قارن أهل الحديث بأودم بأحمد أن أودم به مرك أنس با إعلان جري أم صامة باقوها تفصاص اللوب بدن يعني لكن إعلان تما عراء والإعلام والله هي وين مجرين سيد صوابك باب ما جاء في كحل رسول الله سوكم مضر أنت مزوان انت سنكون جوجيا بل انت سنكون دائم هذا بالله التوفيق.